يمكن للأسماك أن تتبع قائدا اصطناعيا شريطة أن تهتز عن فذيله بحسب العلماء الذين يرجحون أن حرص الأسماك على توفير طاقتها أثناء السباحة في الماء الهادر هو السبب وراء هذه الظاهرة. ومن المنتظر أن تؤدي أسماك آلية في المستقبل إلى نقلة في الدراسات التي تركز على سلوك الحيوانات، حيث تسمح إمكانية توجيه فرد أو عدة أفراد بأحد الأسراب بدراسة